يعني الوضع هو في تصاعد مستمر. عمليات القصف الإسرائيلي لا تتوقف على خان يونس وتحديداً على مناطقها الشرقية. قبل قليل كانت هناك سلسلة من الغارات العنيفة يعني التي ضربت المناطق الشرقية من خان يونس، كان أعنفها استهداف منزل لعائلة بركة، هذا لعائلة الشافعي. هذا القصف أدى إلى استشهاد 6 مواطنين حتى اللحظة وإصابة 20 آخرين، عدد كبير من الإصابات إصابات خطرة. نقلوا الشهداء والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي وأيضا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس، ولا تزال فرق الدفاع المدني والطواقم الإسعافية ومواطنون محليون يعملون على انتشال المزيد من المواطنين الذين لا زالوا عالقين تحت أنقاض هذا المنزل الجديد الذي تم استهدافه في بلدة بني سهيلة، والتي تعرضت هذا اليوم إلى سلسلة من الغارات العنيفة. إذن 6 شهداء أطفال سيدات كبار في السن، بالإضافة إلى 20 إصابة أو أكثر من 20 إصابة حتى هذه اللحظة جراء القصف الإسرائيلي على هذا المنزل، والذي ترافق مع سلسلة طويلة من الغارات التي استهدفت أراضي زراعية في محيط بلدة الظلال أو في محيط مسجد الظلال في بلدة بني سهيلة، وأيضا أرض زراعية بالقرب من يعني دوار أو دوار العلم في منطقة بني سهيلة. كان هناك عدة غارات إسرائيلية على أراضي زراعية في هذه المنطقة، والتي قصفت أمس واليوم هذه المرة الثالثة التي تقصف منذ يوم أمس أو مساء أمس حتى هذه اللحظة. أيضا قبل قليل أعلن عن استشهاد أحد المواطنين الذين أصيبوا خلال الغارة التي قصفت هذه المنطقة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 8 شهداء في هذه الغارة التي تم قصف منازل المواطنين في هذه المنطقة ليلة أمس، وبذلك يرتفع عدد الشهداء بصورة كبيرة جدا. أيضا منزل عائلة بركة هناك 8 شهداء وعدد كبير من الإصابات، وفرق الدفاع المدني لا زالت تعمل هي الأخرى على إخراج عدد كبير من المواطنين من تحت أنقاض المنزل المدمر. سلسلة طويلة من الغارات التي استهدفت خان يونس خلال الساعات الماضية التي أدت إلى استشهاد العشرات من المواطنين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى إصابة أيضا عشرات. معظم الإصابات تصل ما بين متوسطة وخطيرة، ومن بينها أيضا إصابات طفيفة. هذه الذين يصابون يكونون بعيدين أكثر من 100 متر أو 150 مترا عن موقع الانفجار، يتم إخلاؤهم بصورة سريعة، لكن الذين يتعرضون للقصف بالغالب يصابون إصابات خطيرة أو يعني يلفظون أنفسهم تحت حطام منازلهم، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ ليلة أمس وحتى هذه الساعة إلى نحو 50 شهيدا في محافظة خان يونس. تركز القصف الإسرائيلي في الساعات الأخيرة وفي اليومين الماضيين بصورة كبيرة على مدينة خان يونس، وذلك هذا جاء مترافقا مع قدوم عشرات الآلاف من المواطنين الذين نزحوا من مدينة غزة وشمالها إلى منطقة جنوب قطاع غزة، تحديدا منطقة خان يونس. هنا تزايدت حدة الغارات الإسرائيلية على هذه المنطقة. أيضا كان هناك قصف على منزل لعائلة الأغا في منطقة السطر الغربي، كان هناك 5 إصابات. هذه الغارات جاءت مع بالتزامن مع عمليات قصف مدفعي عنيف على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس ورفح. أيضا في مدينة رفح كان قبل قليل غارة إسرائيلية على الشمال الشرقي لمدينة رفح، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية دون أن يبلغ حتى هذه اللحظة عن وقوع إصابات. فيما يتعلق بالأوضاع الجارية في مدينة غزة هي أسوأ مما يعني ممكن أن يقال. عمليات قصف عنيفة لمنازل المواطنين في جباليا، في منطقة الرمال، في حي النصر، في تل الهوى، في منطقة الشجاعية، عدو في أيضا حي الدرج. هذه المناطق تشهد عمليات قصف عنيفة أدت إلى استشهاد العشرات من المواطنين وأصابت آخرين. لا زال عدد من المواطنين تحت أنقاض المنازل المدمرة، فيما لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي
تحاصر عدد كبير، تحاصر مجمع الشفاء الطبي وتفرض حصارا مشددا عليه، بالإضافة إلى مستشفى القدس الذي يتعرض إلى عمليات إطلاق نار كبيرة من قبل الدبابات الإسرائيلية على المستشفى. يوجد عدد كبير من الإصابات داخل المستشفى. الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإخلاء الجرحى والممرضين والأطباء والنازحين من داخل المستشفى باءت بالفشل بسبب القصف الإسرائيلي، فيما لا تزال أيضا المواجهات والاشتباكات العسكرية والمسلحة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال مستمرة بعدة مناطق وعدة محاور في غرب غزة ومنطقة الشيخ رضوان، تل الهوى، منطقة حي النصر. هذه المناطق تشهد اشتباكات طاحنة وضارية بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. شكرا إبراهيم قنا، مراسل غد، كنت معنا من خان يونس.